يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يجمع بين قوله سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وبين قوله ولقد يسرنا القرآن للذكر؟ كيف يجمع بين ثقيل في أوامره ونواهيه والعمل به، وهو ميسر للحفظ والتلاوة، ميسر للحفظ والتلاوة والتعلم تدبر، لكن ثقيل من جهة أوامره ونواهيه والعمل به وما فيه من الوعد والوعيد. نعم.